قصتنا هذا الأسبوع تدور حول شخصية استثنائية بدأ في الصحافة الرياضية من الثمانينيات وكون له محبين من كل جماهير الأندية. في أي حدث رياضي داخلي أو خارجي تلاقيه اشتهر بدعمه لجميع الأندية بالتشجيع، ولكن قلبه يظل أزرق. معنا مباشرة من الرياض إبراهيم الفريان، أو الأستاذ إبراهيم الفريان الشهير بملك التوقعات. ملك التوقعات دخلت الصبحان، أنا ملك الفلاشات اليوم، ليلة ملوك يا أبو صالح. مساء الخير أستاذ حازم. يا هلا وسهلا. وأنا سعيد حقيقة أن يكون اليوم ضيف لنبض الشارع. الله يا الام بي سي، حقيقة نبض الشارع العربي. يا حبيب قلبي يا ابو صالح، بديت انت تمدحني، مفروض انا اللي يعني اقعد اتكلم فيك نص ساعة، ولا تبى تكسبني من البداية عشان اكون خفيف لطيف؟ اللي تشوف طال عمرك. الله يطول في عمرك. ابغى اسألك السؤال الاول، لخص لي انت كيف تشوف مسيرتك في 40 سنة في الوسط الرياضي؟ والله شوف، يعني انا اعتقادي انه طبعا البدايات صعبة، ولكن حقيقة الحمد لله يعني عندي جامعة الحياة. لكن أنا أقول لك إياها بكل صراحة، كسبت حب الناس وكل الأندية السعودية، والحمد لله. يعني أنا اعتقادي أنه الإنسان لما يعمل ويعمل ويعمل بيحصل طموحاته، والحمد لله إبراهيم الفريان حبيب كل الأندية السعودية. طبعا أنا هلالي، ولكن انه صدقني كسب الجميع هذه اللي انا، وانا اقول لك اياها، لا اهم المنتخب السعودي. لما يكون المنتخب السعودي يلعب اكون معاه في انحاء العالم كلها منذ 40 عاما. نعم. طيب خلنا في المنتخب السعودي، عام 94 مع المنتخب والمشاركه في امريكا، كان لك قصه هناك في الملعب، وش صار؟ والله هذه باختصار، طبعا كأس العالم أنا غطيته يمكن 4 مرات، ولكن الأهم أنه حقيقة والدتي الله يرحمها الجوهر المرشد رحمة الله عليها قالت لي لا تنسى الصلاة، فصليت جمعا وقصرا طبعا في مباراة شهيرة طبعا في بداية كأس العالم المنتخب السعودي يلعب. وحقيقة يعني تفاجأت أنه من بكرة صوري طالع في أنحاء العالم ووكالات العالم، والسي ان ان نقلتها 50 ثانية، سعودي عربي رياضي يصلي في كأس العالم. والحمد لله من هذه اللقطة بعدها دخلت عالم المشاهير مثل عاد الزملاء كلهم، الأستاذ علي الغفيلي والزملاء كلهم. طيب في هذه القصة بس على فكرة ترى ما حققوا معي بعد المباراة. اي هذه القصة اللي انا ابيها. اي حققوا معي حقيقة بعد المباراة، ورحمني ربي الله يعطيه العافية بجزائري مسلم، وقلت أنا والله ما عندي لغة. قال عندك لغة؟ قلت مرة. قال وشي ما شاء الله؟ قلت والله يعني اكسكيوز مي بليز بس. قال لا 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 أنا أترجم لك. قال طال عمرك جاوا مسكهم وقال لهم هذا يصلي هذا دينه وإسلامه وكذا 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 ولا يقصد شيء. فالحمد لله تفهموا الوضع أطلق وصراحي الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا أبو صهلة.